حنا دخلنا عزيز باش نحقق واحد المبتغى اللي هو واحد الفوز قدام الانصار ديالنا. تحت لنا فرص كثيره كنا نسجلوا هدف وهدفين. كنشكر اللعيبه على القتاله ديالهم وهذه المقابله غادي نساوها وغنفكروا مباراه الاياب بدوله مصر وان شاء الله غادي نحقق المبتغى اللي هو واحد التاهل ان شاء الله بدوله مصر. مره اخرى كنشكر اللاعبين اللي قدموا واحد المقابله كبيره. الفريق اللي هو كبير واخا رجع للوراء بزاف. مجريات مقابله تحكمنا فيها بواحد يعني بواحد السيطره 100%، وايضا يعني الحاجه اللي كنا ركزنا عليها هو الاستحواذ على الكره واسترجاع الكره في اسرع وقت. الحمد لله ان اللاعبين نجحوا. هذا كل شيء كيكون كيدل على واحد العمل كبير، لان شفنا كما كان واحد السيطره كبيره ديال الفريق ديالنا، بالرغم ان هذا الفريق هذا فريق كما كنقولوا فريق عنده تاريخ، عنده القاب، عنده كما كنقولوا لا مجالات مقارنه بين اللاعبين، ما غاديش نقولوا في الحاليه الماديه ولكن على الجانب المادي، ولكن الجانب التقني شفنا ان فريق ند لاعبين ند بالرغم القيمه الماليه ديالهم. وكنشوفوا ان هذا الفريق هذا الاغلبيه ديالو كما كنقولوا كيمثلوا اللاعبين ديال الفريق الوطني ديالهم، ولهذا ان حنا كنفتخرين ونفرحوا ونكونوا معتزين بهذا الفريق هذا باللاعبين هذا، وايضا الجمهور ديالنا اليوم اللي احتج بهذه الفرصه باش نشكروا بزاف. قدمنا مقابله كبيره، تسيدنا جميع اطوار المقابله، كنا نخرجوا منتصرين على الاقل بواحد الهدفين لصفر. فالحظ اليوم ما كانش بجانب ديالنا، فحتى نتيجة 0-0 كنظن انها نتيجة ايجابية، نظرا ان ما تلاقيناش هدف في الميدان ديالنا، وهذا عامل يمكن خدمنا في مقابلة الاياب. كنتمنى ان شاء الله نقدم واحد المقابلة في مستوى ولما نجيبوا التأهل ان شاء الله من قلب مصر ان شاء الله. On a eu un match difficile comme j'ai pu le dire, on n'a pas réussi à développer notre jeu. Et voilà, il faut dire bravo à Gadjir parce qu'ils ont très bien joué malgré le résultat nul, ils doivent être déçus. Et voilà, nous on est contents et j'espère qu'au match retour, on va faire le nécessaire pour passer. Oui, bien sûr, il y avait Ferjani au milieu, Hamid, Karaba, mais on est un bon groupe et malgré les absences, on avait quand même une très bonne équipe alignée sur le terrain. Et voilà, il ne faut pas chercher d'excuses, c'est nous qu'on n'a pas très très bien joué même si on a bien défendu. Et voilà, le match nul est déjà très bien pour cette prestation-là. يعني شايف مباراة كانت مباراة متوسطة، يمكن فرقة أغادير فرقة محترمة، لكن زي ما قلت يمكن المباراة أنا شايف النتيجة خادعة 0-0، لسه في شوط تاني في القاهرة، لكن الحمد لله يمكن المباراة شايف مع وسط الغيابات والإيقافات اللي عندنا قدرنا الحمد لله نطلع بنتيجة، أنا شايف نتيجة كويسة، لكن زي ما قلت مباراة صعبة في القاهرة، فرقة حسنات أغادير فرقة محترمة. لكن اهم حاجه النهارده زي اللي عجبني جدا في المباراه الروح الرياضيه بين الفريقين، جمهور بصراحه حاجه محترمه، فبشكر طبعا المغرب مملكه المغرب على الاستقبال المحترم وعلى حسن الضيافه، وان شاء الله بقى نشوف مباراه باذن الله كويسه باذن الله في القاهره باذن الله. لا 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 انا شايف المباراه النهارده احنا لعبنا مباراه تكتيكيه من الطراز الاول، ضيقنا المساحات، بنلعب الكره في رجل لرجل، انت برضو بتلعب زي ما قلت لك بتلعب خارج ارضك، بتلعب مع فرقه كويسه عندهم لعيبه كويسه، لكن انت كل مباراه بتبقى عايز توصل لحاجه معينه. يمكن النهارده الجيم كان تكتيكي دفاعي اكتر، لكن زي ما قلت لك احنا انا شايف النتيجه جيده ان انت طبعا تتعادل بره ارضك، لكن زي ما قلت لك مباراه خارج يعني في القاهره هتبقى صعبه.